ما دمت تحب الكرسي كيف ترضى لأن تكون أرض الكرسي وسخة أو دموية؟ أنا أسأل هؤلاء المسؤولين، حب الكرسي مالكم مثل ما يقول صدام حسين، حبوا للكرسي أرض الكرسي، شلون تقبل تكون هاي أرض الكرسي وسخة؟ شلون تكون أرض الكرسي لبلد آخر؟ شلون تقبل أن أرض الكرسي ما بها مقومات الدولة؟ ولكن سيد حسن، سيد حسن، ألا تعتقد أن حب الكرسي وحب المنصب هذا ربما سيؤدي إلى رد فعل عكسي أو تصرف عكسي، بمعنى أن حب الكرسي هذا سيؤدي إلى تسقيط كل المنافسين وإبعاد كل المحيطين خوفا من سحب هذا البساط أو سحب هذا الكرسي من تحت فلان وعلان؟ هذا صحيح، هذا صحيح. يعني حتى في عهد صدام حسين، يعني صدام حسين من شعر أن هناك مجموعة داخل الحزب لها وجودها، عبد الخالق السامرائي، محمد عايش، محمد محجوب، ضربها قبل أن في الشهر الأول لاستلام السلطة. إذن حب الكرسي سيؤسس إلى دكتاتورية جديدة في العراق يا سيد حسن، فلماذا تدعو الآخرين إلى أن يحبوا مناصبهم وكراسيهم؟ عزيزي أستاذ أحمد، أنا أتكلم عن العامل الخارجي وعلاقته بالكرسي وليس عن العامل الداخلي. العوامل الداخلية طبعاً، هو من يمتلك الكرسي هو ما راح يكون إلا دكتاتور، ومن أجل أن يبقى على هذا المكان وهذا المكان. ليش الآن الشيعة يقدمون كل يوم 100 ضحية و 50 ضحية؟ لمصلحة من؟ شو مقدمة هاي الحكومة للشيعة حتى الشيعة تقدم لها 100 كرسي؟ أنا أقول لكم، إذا بس تسمع لي دقيقتين. تفضل. نعم. وأشكرك لأنك مستمع ممتاز وما تتدخل وما تنطنط ومو كل ساعة تقطع الكلام، وهذا أداء حرفي رائع، وأنا مرتاح جدا لهذا الحوار. ونحن أيضا نشكر هذا الإطراء سيد حسن. نعم تفضل سيد حسن. نعم. هذا الصراع اللي من أفغانستان إلى تونس، بين من؟ بين المسلمين والمسيحيين؟ لا. بين المسلمين واليهود؟ لا. بين المسلمين والشيوعيين؟ لا. هو بين المسلمين والإسلاميين. الإسلاميين سووا انقلاب على المسلمين. احنا نجي على المجتمع الشيعي، المجتمع الشيعي الإسلاميين أخذوا حقوق الشيعة وأخذوا قرار الشيعة على المسلمين. اللي الآن اللي ينقتل هو المسلم شيعي وليس الإسلامي. حتى اللحظة هذه لم يتضرر إسلامي على الإطلاق، لا بيت إسلامي ولا ابن إسلامي ولا سيارة إسلامي ولا متجر إسلامي. أول متاجرهم بالخارج وأبنائهم بالخارج، اللي يموتون هم المسلمين الشيعة من أجل أن يبقى الإسلام الشيعي مصادر قراره. أنا أعتقد أن الانتخابات القادمة ستضرب بوعي جديد في المجتمع الشيعي، أنه أنا إذا أموت من أجل من؟ أنا مسلم. المسلم الشيعي مرجعيته بالنجف، الإسلامي الشيعي مرجعيته في إيران، ولهذا يكذبون عندما يدعون أن السيد السيستاني هو مرجع الطبقة السياسية الشيعية. أبداً مرجعهم، لأنه السيستاني ما عنده مشروع دولة، والسيستاني مسلم وليس إسلامي، وعموم الشيعة اللي يشكلون 98% هم مسلمين شيعة وليسوا إسلاميين. الإسلاميين اغتصبوا حقوق الشيعة قبل أن يغتصبوا حقوق السنة، افهموا هذه الشغلة. ولو أن التفجيرات تقف، ولو أن القاعدة وغيرها تتوقف عن التفجيرات 3 أشهر، فستغير تاريخ العراق ويغيروا الشيعة. لكن سيد حسن، يعني أنت هنا ربما الأمر اختلط إلى حد ما على المشاهد العراقي والمواطن، يعني تحدثت عن مسألة الصراع بين الإسلام والإسلاميين في العراق، وتتحدث عن القضية وكأن الإسلام والمسلمين في العراق، وتتحدث وكأن القضية كل ما يجري في العراق هو نتاج داخلي صرف. ولكن بعد 2003 العراق أنتج، كان نتاج طبخة خارجية ولم يكن نتاج طبخة داخلية. صحيح. متعرف أنت، إحنا القوميين ومؤسسي حزب البعث الأوائل نعتمد على القوة الذاتية، ما نعترف بالظروف الموضوعية، فمن يصير مشكلة من حيلها للخارج. ولهذا أقل حزب يتهم الآخرين بأنهم
عندهم صلات خارجيه، هم القوميين، القوميين يعتمدون على القوه الذاتيه، هاي طبيعه القوم. طب لماذا ننظر للمشاكل والفوضى الحاليه من منظار قومي بحت سيد حسن؟ يعني هناك الاسلاميون وهناك المسلمون كما ذكرتهم، وهناك رجال الدين، هناك الذين لا يؤمنون لا بمبدا القوميه ولا بمبدا الدين، واصناف كثيره. يعني لماذا ننظر لهذه الفوضى من منظار قومي بحت؟ الا يعد هذا نوعا من ما فهمتني، ما يظهر ما فهمتني، او اني ما اقدر تعبر تعبير صحيح. انا اللي اريد اقول له، انت من سالت لي عن العوامل الخارجيه، ده برر لك ليش واحد مثلي من يتكلم، وهسه لو يمك سعد البزاز تجيبه وتقول له ويجي يحكي، او عبد الله النصراوي يتكلمون نفس الكلام. من نعطي دور كبير للعامل الخارجي؟ بس انا اول كلام قلت لك، باول عباره قلت لك اياها، قلت لك العامل الاول في القرار العراقي والعامل الايراني، وايران شنو؟ ايران العراقيه. ثم العامل الامريكي معروف انه العراق الان ما زال تحت النفوذ الامريكي. يعني اكثر من هذا شو يكون؟ يعني اكثر مرحله كان فيها العراق خاضع للقرار الخارجي هي المرحله الحاليه. نعم، لنفهم إذا نوعا ما ونتعمق كما ذكرت لك قبل قليل، نتعمق في جانب من صور طريقة إدارة الدولة، كيف تدار الأمور اليوم في العراق؟ الدولة الجهلة لا يديرون دولة، وغير المدربين لا يديرون دولة، والطفرة الوظيفية أن تحول واحد من مكان بسيط إلى أعلى الأماكن والمواقع، هذا ما يقدر يدير دولة. هاي النقطة الثانية، نية ما متوفرة لإدارة جيدة. الناس في الدولة الآن يهمهم ايش قد يكسب يوميا ويطلع، يحسب الصبح حسابه مثل تمام مثل البقال مثل ابو القهوة. الوزير يروح للدائرة مالته مثل اي مثل القهوتشي، مثل ايش قد راح يبيع ايش قد راح يشتري، مو ايش قد ينجز للناس، لأنه لا توجد رقابة فوق الوزير، ولا أحد يسأل عن الوزير، ولا الوزير في أعماقه يحمل هذه المبادئ العليا، سواء كان وزير أو رئيس مؤسسة. هاي الطبقة السياسية، أنا ما أريد أتكلم طبقة سياسية بشكل عام، هاي الطبقة صلتها الوطنية جدا ضعيفة، ما عدا تراث وطني، لأنها لم ترتبط بالحركة الوطنية. الوحيد اللي كان مرتبط بالحركة الوطنية وما زال قائم هو جلال طالباني اللي الآن مجهول المصير، ويمكن حضرة المتكلم يمكن لحق عليها بال57، كنت عضو في الجبهة الوطنية اللي اشتغلنا بها بمنطقتنا عن حزب البعث، وبغيرها هذولا طارئون على الحركة الوطنية. لا يوجد عنصر في الطبقة السياسية الحالية له صلة في التراث الوطني. ولكن القضية هنا أدخلتها في إطار شخصنا سيد حسن، يعني هناك أحزاب لها تاريخها، هناك كتل سياسية ربما نشأت بعد 2003 وأصبح أيضا لها ميراث في العمل السياسي، لماذا نشخصن الأمور بأشخاص سيد جلال الطلباني؟ مع احترامنا للسيد جلال الطلباني رئيس الجمهورية، ولكن هناك كتل وأحزاب لها تاريخ، حزب الدعوة، الديمقراطي الكردستاني سيد مسعود البرزاني ووالده، يعني هناك أحزاب ولها تاريخ. نعم سيد حسن، عندما تتكلم يجب أن تستخدم التجسيم، النظرية المجسمة، ولا كلامك ما حد يسمع له. ولهذا من أتكلم أنا أجيب اسم، أجيب بيت شعر، أجيب حادثة تاريخية، ما يصير أتكلم بكلام فضفاض ما بي لزمة. فأنت من تقول ماكو ناس من الحركة الوطنية باقين من ذاك العهد، لازم تعطي مثل، أعطي مثل. هاي مو شخصنا، بالعكس، هذا إعطاء المثل، والقرآن الكريم يعتمد في خطابه مع الناس على المثل بنسبة 15% من آياته، يعطي المثل ويبني على المثل القاعدة الفكرية أو القانونية. يجب أن نقدم المثل، فأنا دا أعطي أمثلة وليس شخصنا. ولكن الأمثلة، حزب الدعوة على سبيل المثال، ألا يمكن أن يكون مثالا؟ حزب الدعوة ليس له أي علاقة بالحركة الوطنية، ولم يشترك بأي نشاط وطني، ولم يوقع، وكان إلى قبل 4 سنوات يحتفل بشتيمة عبد الكريم قاسم في ذكراه، لكنه الآن غير وجهة نظره وبدأ يتحدث عن عبد الكريم قاسم باعتباره شهيدا.
وكان سابقا تصدر مناشير في تشتم عبد الكريم قاسم، وليس لحزب الدعوة أي صلة مع أقطاب الحركة الوطنية اللي مثلها الشاذرجي وحسين جميل أو الحزب الاستقلال أو حزب الجبهة الوطنية اللي كانت برئاسة طه الهاشمي ومحمد رضا الشبيبي. بالعكس، يمكن يستكثرون واحد أنه أبوه كان بالحركة الوطنية مثل سنان الشبيبي ذبوه على صفحة وما فكروا بتاريخ أبوه الشيعي الزعيم الشيعي ولفقوا له تهم أخرى حتى لا يشوفون واحد بالحركة الوطنية. وبعدين سيد حسن، يعني الأمر إلى أين يذهب؟ نعم. وبعدين الأمر إلى أين يذهب؟ يعني تتحدث بلغة سوداوية جدا وكأن العراق أصبح أشلاء. شنو العراق؟ شنو سويسرا العراق؟ لو أربيل، تعال شوف أربيل. أربيل كل شهر يزيد الشغلة، معقولة الكرد ب 17% من الميزانية يسوون قرية؟ قبل 7 سنين أربيل قرية تحولت إلى عاصمة، وبغداد قبل 10 سنين كانت عاصمة حولوها إلى قرية. بغداد عندها 83% من الميزانية تصرف، وتصرف 20% من ميزانية المحافظات الأخرى، يعني أكثر من كردستان. بغداد وحدها، كردستان كلها ب 17% أنشأوا حضارة وأنشأوا أسلوب حياة جديد ونظام إدارة جديدة، لا يعرفون الرشوة، لا يعرفون كذا. لا تقولون أنا قاعد بأربيل ودا دافع عن أربيل، أنا هذا أتكلم كل يوم ودائما ومع الجميع، لكن أكو إنصاف. العراق الحالي مرسوم في ذهن هؤلاء أن يبقى هكذا، لأن هؤلاء ليس لهم صلة بتطور العراق، ما لهم صلة بأرض العراق، ما لهم صلة بالفكرة الوطنية التاريخية، ليسوا جزءا من ميراث العراق الطويل.